يعني الاخ محمد، يعني القضيه حتى نكونوا صراحه، يعني القضيه انت اللي اثرتها يعني في الفيديو تاعك بعد الفيديو الاخير اللي درته، ثم كاين الناس وين عرفوا بالقضيه اكثر وتضامنوا معها، يعني بعد ما الحمد لله ودخلوا السلطات ودخلوا مصالح الامن والحمايه المدنيه وقدروا انهم يخرجوا الطفله والوالد تاعها من هذا البيت، باشرتوا في مبادره اخرى، والمبادره الاخرى هي انكم تبنوا لها دار. حكينا على ان شاء الله يا ربي، احنا اللي باغينا يا خاوتي الناس الخير، الناس اللي متضامنه معنا، هي جانا اقبال كبير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تيرت معروفه بالخير حي هنايا كارثه. باغي نوصل لواحد الرساله والله، الناس هذه اللي تهضر والناس اللي تركب في الموجه وبعض القنوات، رحموا رحموا اهل هذه البنت، رحموها، رحموا الجوارين رحموا الجوارين، لانه واحد يقول لك انا جاري كن كن كن، ما كاش اللي يطلع على خوه، ما كاش اللي يطلع على بويه، ما كاش، بصح في المواقع سهله، بصح في الواقع راه حاجه واحده اخرى يا جماعه. هذا اعراض الناس تهضروا هضروا في البنت مسكينه مريضه مع لبناش، صبرت صبرت، انا بالنسبه لي صبر صبر ايوب، لانه في ما كاش اللي راه قاعد فينا بلا تليفون، ما عندهمش لي بريز داخل في الدار، ما عندهمش فراش، ما عندهم حتى حاجه، المعاين ما عندهمش. نخرجوا من رحموا هذا الاهل ورحموا جوارينهم وبركونا من الدعايات، لانه ما كاش اللي يعرف هذيك تبلها ربي وربي غادي يفتح عليها. اما الناس اللي تحوش تدير الباز والموجه، احنا ما نحوشوش هذه، حنايا لا نطلبوا منكم لا جزاء ولا شكورة، احنا نطلبوا منكم عاونونا وارواحوا، والكلمه الطيبه راهي اجر يا خاوتي، احنا رانا نبنوا في هذا المسكن حتى، ونشكركم انتم ايضا تيرت نيوز ما شاء الله، رانا هنا في تيرت انا متضامنين حضوركم ودعمكم وكل شيء ما فيكم، بارك الله فيكم وربي يعطيكم على حساب قلوبكم. اي واحد عنده نيه صالحه وخالصه لوجه الله مرحبا به هنايا، هاي هنا المسكن، ولا يتصل بي انا محمد محوزني متكلف بها في وجه الله عز وجل، نحوسوا نكملوا لها في اقرب وقت قبل ما يخرجوا. كاين اللي يقول لي لا ما تجيش للدار، غادي نلقوا لها سكنه ونعاونهم هما باللي يطيقوا ويرجعوا احسن من اللي كانوا ان شاء الله. هذه اللي نقول يعني المحسنين اللي باغي يعاونوكم، واش خاصكم دروك، واش يقدروا يعاونوك؟ احنا دايرين لا ليست، هي ما شاء الله خصنا القش، خصنا كليماتيزر، معليش احنا باغي نديروها ايكيبي يا خاوتي، باغي لما لا، لانها تستاهل، صبرت صبرت وتنال ان شاء الله بربي. التيوق جابوا لنا، البيبان جابوا لنا، البريك راه عندنا، ولكن اي واحد يبغي يساهم، حنايا لي ترافو راهم اونكور كيما نقولوا، راه مازلنا في العمل تاعنا، شنو نديروا؟ اي واحد يتصل بنا راه عندنا لا ليست، حاجه اللي تخصنا نتصلوا بهم ان شاء الله ويجوا يعاونونا. هذه ما تحتاجوش مانسو بلومبي، نحتاجوا اليد العامله. مادابينا نكملوها في اقرب وقت، سمعت؟